تسكن قلوب الناس وتسكن ودادي. لي الشرف يا وافتخر في بلادي. تحية لقطر، تحية لسمو الأمير القائد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. ومن خلال ما نعيشه من خلال هذه الفترة دفعت هذه الأزمة المجتمع القطري ليس فقط لاستكشاف قيمته الإنسانية، كما بينت مكامن قوته في وحدته وإرادته وكذلك في عزيمته. لا يسع للقول بأن قطر عروس ديسمبر، ويحق لي لا تباهيت بأنك طري وعيش تحت هذه الأرض الكريمة وعلى سماء الدوحة. العرض القادم 9 مساء من خلال كتارة ومن خلال فعلا العروض النارية ستجدونها على سماء كتارة للإنجازات بقية لهذا الوطن الغالي. نراكم على خير إن شاء الله.